فكرة الأفلام الكرتون مع فتيات ذوي إعاقة سمعية كانت الهدف منها إنه يقدروا الفتيات يحاكوا قضاياهم ويحاكوا طموحاتهم ورسائلهم بطريقة فنية مبتكرة. أغلب الفتيات عندهم مهارات مهنية فنية، فمن هنا أجت الفكرة إنهم يصنعوا إشي بسيط فني بسيط سمعي بصري مرئي للجميع، إنه يقدروا يوصلوا من وراء هاي الطموحات والقضايا اللي هم حابين يوصلوها. صحيح بدي انه اعتمد على حالي واصنع افلام ويكون لي مصدر دخل خاص بي، لانه الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية ما لهم اللي هو وظائف او فرص عمل، فممكن من خلال صناعة الافلام اسوقها ويكون لي مصدر دخل.